احنا كنا ببابا كنافه طبعا اليوم، وكنت قاعد اجرب الكنافه وايد متشوقه اشوف شلون يسوونها. فمدير العمليات استاذ حازم سمح لي ان عندنا بس 10 دقائق الحين لانه يسوون الكنافه كلها فريش، يعطيني كذي على السريع يراويني شلون المطبخ المركزي وشلون يسوون الكنافه. فاستاذ حازم، هذه اول ماكينه اللي قلنا نبي نشوفها لان راح يصفونها بعد كم دقيقه، صح؟ هذه عروسه العجين. عروسه العجين تمام، هي مقاسها 3 متر. اوكي، تحطون العجين، تحط العجين هنا الصبح. اوكي، ينزل بالشكل هذا، بعدين ينزل على القرص هذا. هذه طبعا الشعريه اللي تحطونها، الشعريه لازم تتنفش الاول على الكنافه النابلسيه او يسمونها. بس في الحين لونين هناك، البرتقالي، هذه الشجره العاديه اللون الطبيعي، اللون الطبيعي، وهذه البرتقاليه طبعا اشهر نوع كنافه نابلسيه. لون البرتقالي من وين اللون هذا تصبغونه؟ لون صناعي طبيعي. لون صناعي طبيعي، واو. فتطلع شيء بهالشكل، بهالشكل، بعدين تتنشف. اوكي، بعدين تتقطع، بعدين تتسوى بالصواني، تطلع للافرن. فانتوا دائما عندكم الموعد الصبح ان تسوونها الساعه 6 الصبح، بحيث العجين ياخذ راحته، احنا بنقول عليه يريح. اوكي، بعد كده بننتشه ونعبيه، بيطلع للفروع ان شاء الله نوري حضرتك. هذه عروسه العين. انزين، وباجي الكنافه الحين هذه كلها يسوونها، يودونها ليه؟ يودوا للشباب هنا. اوكي، الشباب بقى بيبدا يفصلوا المنتجات. ده الشجره تبعنا بخلطتنا السريه، ما اقدر اعطيك اللي هي لونها اصفر شوي، لونها برتقالي حيل. لو تشوفونها اكيد بالكاميرا الحين مصطفى طلعها، لان اللون يعني فاقع برتقالي. وهني قاعد يسوي ليه؟ بيسوي بشكل الكنافه. لقمه، اوكي، هاي الكنافه لقمه مبرومه. دي نوعيات الجبنه اللي احنا بنستخدمها. هاي كل الجبنه، دي نوعيات الجبنه. اوكي، جبنه نابلسيه. دي قبل التحليه. اوكي، تمام. هنا حوض التحليه. يحلون الجبنه هني. اوه واو، عشان الملح والشوائب والسوائل. بس تجيبونها من الجبنه النابلسيه من نابلس؟ من نابلس، من فلسطين. نابلس، يا بنتي نابلسيه. واو، عندي حاجات نفس كذا برضو. هذه المبرومه. مبرومه؟ ال 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 الرول. عجيب. الرول، في دي القشطه. والحين بروح اكمل لان بجربها، تشوقت الحين. المصنع طبعا عشان تسوون الكنافه، والحين جينا عندكم هذا فرع بالعرضيه نجرب انواع الكنافه. قاعد اشوف انا من بعيد. هذه ما شفت شيء شكل الكنافه، هذه حاطين عليها شوكليت. دي عليها شوكليت وقشطه من الداخل ومن فوق. اوكي، انا بجرب الانواع وابيك يعني راح اسالك عن المكونات او الانواع، او انتم شو اللي يميز الكنافه عندكم كبابا كنافه؟ احنا كبابا كنافه دائما بنتعامل مع المنتج لازم يطلع فريش يومي، فريش. شفنا كل شغلنا من المصنع زي ما حضرتك شفتي. هذه شو اسمها؟ ماكينه عروسه العجين. بيجهز العجين في المصنع، بيطلع للفروع فريش، بيتورد يوميا كل. اوكي، هذه شنو؟ دي كنافه تركيه. هذه اخضر باخضر يعني. ايوه، اوكي، انزين. وهذه الشيره العاديه. يبي لي قفاش، في احد ياكل كنافه في يوم؟ ولا انتم لانه يعني وايد سوفت؟ كل شيء لازم يكون سوفت عشان سوفت. اوكي، الوضع الصحي الموجود حاليا. اوكي، انزين. بس هذه الشوكلت راح اخليها اخر شيء. التركيه ليه يعني؟ ايش معنى خضراء يعني؟ شنو بس لون؟ تتماشى مع اللون يعني. الاتراك يحبون الفستق، انا اكتشفت. تذكرون لو سوينا حلقه على البقلاوه؟ وايد يحبون الاخضر، كل شيء فستق. هو اللون، هو مبدئيا لون بالاضافه للفستق، يعني هي واخده اللون دوت مع الفستق. اوكي، بمصر عندهم كنافه؟ ايوه، بس غير. احنا بنحب الكنافه بالقشطه وتكون سميكه شويه. والجبنه، جبنه نابلسيه، كل شيء بيجي فريش، بيتورد كل يوم مرتين للفرع. فيها وايد كالوريز طبعا. هذه ليش لونها برتقالي؟ هو المفضل يعني. ليش؟ هي اخذت شهره باللون ده. اي ما ادري، بس ما ادري شنو اصول الكنافه. ادري ان اصولها يعني يقولون نابلسيه، فلسطينيه. هي اصلا اسمها كنافه نابلسيه في الاساس. لا كمل، كمل بس ما بيطيح. لحظه، نكمل
اي لان خلط يعني هو حلو رمضاني لان والله هو حلو كل الاوقات بس هو شويه برمضان يعني. لان الناس تدور شيء يشبعهم بالليل حق السحور او عقب الفطور. هذا لذيذ روحه الشكل. انزين لحظه عشان ما اشبع بجرب الخضرة. عجبني لونها وهذه هم نفس العين بس هذا وايد اخضر باخضر. طعمها يشبه النابلسيه بس في طعم، بس العجين بياخذ لون مع الفستق، بيطحن مع الفستق فبياخذ اللون الاخضر. هذه عجيبه ما ادري قاعد اشوف. اوكي بجرب بس انا شوكليت. شوف انا ما احب الفناتك الزايده يعني فقاعده اجازف الحين بس شوكليت كنافه قشطه مع شوكليت بعدين كنافه بعدين شوكليت. في طلب على هذه الامور ولا تعتقد الناس يحبون الاشياء التقليديه؟ لا التقليديه الكبار الكبار هم يطلبوا التقليديه وخاصه بالجبنه. انما الشباب والجيل الحالي لا طبعا شوكليت وسوالف فيها. كندر مع نوتيلا يبي له مع هذا كله قهوه. قهوه انت القهوه العربيه بتدلع. في لو بالدي ان هنا بيبقى دلة، سفري بيبقى المطارة. لا هذه خربتوني فيها وايد يعني طعمها مميز بس حلو ما توقعت. اعتقد هذه انا الحين قررت توب سيلز مني. هذه لك هاي توب سيلز طبعا. انا شخصيا هذه بس هذا مو حق شخص واحد طبعا. لا يكفي خمسة. انا برضه في شخص واحد في اكثر من شخص يعني. في واحدة كمان. لا مش في واحدة كمان. اليوم راح نذوق كنافة. ما يصير نسوي برنامج عن الحلو ما ناكل كنافة يعني. دازين الكنافة من نفيسة. الكنافة هي عبارة عن اعتقد اللي دازينها هذه جبنة شعرية وقطر او شيرة. الكنافة ما ادري كان يدي دائما يقول ان الكنافة مثل الملك اذا هي على القعدة لازم يوخر يعني يوخرون الجماعة ويسوون له مكان. فالواحد اذا ما اكل ومتغدي وحطوا كنافة لازم يسوي لها مكان. هذا اللي يقوله يدي. بس أنا يعني مسويت لها مكان بس مو قد هالصينية اللي دازينها. عمران أكيد هني كله سهران. عمران هلا تعال دازين لي كنافة أبي أصور. ذوق معاي أكيد. تحب الكنافة؟ شيء خطير. أوه شنو تعرف عن الكنافة؟ إن طعمها لذيذ. هذا أهم شيء. صح. وين مجرب كنافة؟ في كنافة يعني مثلاً كنافتك المفضلة بالكويت أو برا الكويت؟ يبي لها جو مباركية أقوى جو. أوه صح يبي لها جو الكنافة يعني يبي لها أجواء أكشن. أجواء رمضانية مثلاً وبرا الكويت مجرب كنافة مثلاً بالأردن أو وين مشهورين بالكنافة؟ أعتقد كل دول العرب. يا بس اختصاصهم طبعاً بالأردن. الأردن أنا صح مجربة على فكرة نفيسة بالأردن هو حاطينها. شوف شلون حاطين لنا تشولة. هذا عندي صحن زيادة. اللي أحبه بالكنافة أنا أحب المالح والحلو. فالجبنة هم يستخدمون جبنة عكاوي أعتقد ولا شنو الجبنة؟ إيه العكاوي. وبعدين الشيرة طبعاً makes it sweet. بس يبي لها شاي صح؟ حد. شلون شغلك؟ تحديات كلهم. شلون الكنافة؟ أنا الحين قاعد أهون عليك بالكنافة. إيه أكيد. شنو؟ حلوة؟ لذيذة؟ وايد؟ I think لأنها حارة. هذا السر. هي جايبين لنا مثل شمعة ترى هذه. أهم شيء جودة الجبن. أهم شيء. وهم سر الكنافة هذا اللي يميز الكنافة نوع السمنة اللي يحطون هذا اللي عارفة يمكن.
اشوف لي خبير كنافه. كل المكونات يعني تلعب دور، واحده داشه بشغله بالثانيه. جديده؟ اي لا لا قوي. مكسرات؟ قوي قوي. بنفيسه ترى يسوونها، شفت شلون شكلها كذي حاطينها واحنا مسوينها فريش؟ يسوون الكنافه فريش بالمكان. حتى دائما اشوف بالانستغرام يطلع لي، ما ادري النفيسه، ان مثلا واحد واقف مثل سوق وقاعد يحطون الكنافه يسوونها فريش يقصصونها بنفس هذه، بس انا ما عرفت اسويها بالطريقه مالتهم اللي هي تجيب كل سهوله يقصصها ويحطها بالصحن مسحون. حركات حركات كذي. العين تاكل قبل لا ناكل كذي. انا كل عيوني كلها تاكل قبل ما اكل، بس هم اكل. تعبان عمران؟ انا كل يوم تعب. والله حسستني بالذنب. لا 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 شغل ماكو توصيل. لا 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 مو من هالناحيه يعني. شوف التعب حلو اخر اليوم، كل يوم في انجاز. صح كل يوم في انجاز، هذا بروح انجاز. نقعد ناكل كنافه شيء خطير بالمكتب. حد الدوسه يلا خلاص ناكل، خلينا وي ريلاكس شوي، خيبون لنا شاي ونمزج على الكنافه.